نهاية سنة على وقع الإضرابات، قطاعات التربية، الصحة والشؤون الدينية تلوح بحركات احتجاجية بمطالب اجتماعية ومهنية بعد هدوء نسبي لم يصمد طويلاً، الأجور وحماية القدرة الشرائية في الصدارة. عدم الجواب على القانون الخاص الذي درسنا اختلالات منذ 3 سنوات ولم يكن الجواب على ظروف العمل حقيقة لكل الأساليب المشروعة التي يمكن أن نعالج بها قضايانا، وتركنا وسيلة الاحتجاج كآخر وسيلة إذا لم نصل إلى نتائج. الاقتراحات للضغط على الوزارة كجهة وفية، وزارة الصحة بالطبع، وزارة الوزارة الأولى دونك على مستوى الحكومة، لكي تعمل على رفع هذه الوضعيات. والضغط راح يكون عن طريق اقتراح احتجاجات سنتكلم في يعني برمجتها. تكتل النقابة المستقلة لقطاع التربية قرر تصعيد لهجته وإنهاء الهدنة مع الوزارة الوصية من خلال تنظيم إضراب خلال شهر جانفي المقبل بعد عطلة الشتاء، وهذا ردا على ما وصفه بالظلم وسياسة التجاهل المعتمدة من طرف وزارة التربية. يكون احتجاج بعد الدخول من العطلة الشتوية، والتاريخ وطبيعة الاحتجاج سيحدد بعد ما كل النقابة يعني تستدعي المجلس الوطني تاعها. قطاع الصحة والشؤون الدينية سارا في نفس طرح نقابات التربية، ومطلبهما واحد: ضمان حياة كريمة للعمال. يكون في قرارات تامة تخص يعني مصير الممارسين الصحة العمومية في إطار ولا في خضم كل هذا الوضع الاجتماعي المتأزم على مستوى القدرة الشرائية وعلى مستويات أخرى. في عيش طيب كريم، أي أن يكون لهم عيش الكرامة، ليس شيئا للثراء أو الغنى كما يعتقد البعض، وإنما أن يلازم أو أن يكون على هذا المنوال الذي من خلاله إن شاء الله نصب إلى نتائج طيبة مباركة. صيف مضطرب وخريف هادئ في انتظار شتاء عاصف، مطالب النقابات تعود من جديد بعد حوار يبدو أنه لم يفلح في تسوية انشغالات منتسبي قطاع الصحة والأساتذة وحتى الأئمة، فكيف سترد الحكومة؟